أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من البلاد. اليوم في جزئنا الأول سنناقش موضوعين أساسيين. الموضوع الأول هو تحركات الوزير، الآن أصبح وزير كان صهيونيا متطرفا، وطبيعة الحال جميع مكونات الحكومات السابقة في الكيان الصهيوني تتسم بالتطرف. الآن أصبح وزيرا للأمن القومي إلتمار بنغفير، هذا الصهيوني الذي من هواياته تدنيس المقدسات الإسلامية وحتى غير الإسلامية في القدس وفي غير القدس في فلسطين المحتلة. هذه المرة بعض التحركات الدولية، نقول بعض التحركات، وكأنه تدنيس مقدسات المسلمين وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك لا تكون ذات جدوى للإدانة وللاستنكار إلا إذا ما ارتكبها وزير في الحكومة الصهيونية. هذا هو إلتمار بنغفير الذي قام ويقوم ويخطط لكي يعود مرة أخرى لتدنيس الحرم القدسي الشريف. اليوم فيه جلسة لمجلس الأمن في الأمم المتحدة لإدانة هذه التحركات الصهيونية. لسنا ندري كيف ستكون هذه الجلسة، وبطبيعة الحال لن نتفاجأ من يدعمون الاحتلال وممن يسكتون ويغضون البصر عن انتهاكاته، خصوصا وأنه بداية الضوء الأخضر جاء كالعادة من الإدارة الأمريكية، من الخارجية الأمريكية التي دائما ما تصرح وتقول أنها تتفهم، لسنا ندري كيف تتفهم هذه العنصرية وهذا الإرهاب الذي تمارسه دولة الاحتلال على الشعب الفلسطيني وعلى المقدسات الفلسطينية. هذا موضوعنا الأول في جزءنا الأول. موضوعنا الثاني واستعدادات الجزائر لاحتضان شان 2022 في جونفي وفيفري 2023، صور جميلة وصور يفتخر بها الجزائريون وصور أبهرت العالم من حجم هذه المنشآت الرياضية ذات الطابع العالمي، لم تعد فقط ذات طابع محلي. في موضوعنا الأول المتعلق بالانتهاكات الصهيونية وباستفزازات بنغفير والتهديدات بانتفاضة فلسطينية ثالثة، معنا عبر الهاتف الدكتور رائد ناجي الخبير في الشؤون الفلسطينية. دكتور رائد ناجي مساء الخير. مساء النور. نعم دكتور، يعني بنغفير له سجل حافل في الانتهاكات، لا يكاد يمضي أسبوع أسبوعين تراه مع قطعان المستوطنين وهم يشنون حملات لتدنيس المقدسات، سواء كانت الحرم القدسي الشريف، الحرم الإبراهيمي وما إلى ذلك من المقدسات التي هي متواجدة هناك في الأراضي المحتلة. اليوم نسمع أنه فيه جلسة لمجلس الأمن، ما الجديد؟ اولا نعم اتفق معك بالنسبه لبنغفير، يعني في تدنيسه وفي تطرفه وفي عنجهيته الكبيره جدا. بدايه قبل مجلس الامن، يعني دعني اريد لك شيئا، يعني بنغفير طبعا قبل اسبوع او اقل لقد صرح اذا ما كان الفتوى انه مجلس الجمعيه العامه ستصادق على طلب فتوى من المحكمة الدولية بشأن الانتهاكات وتعريف معنى الاحتلال والضم في فلسطين، كان قد صرح على هذا الموضوع ردا على هذا الموضوع أنه يوم الثلاثاء الماضي ستكون هناك اقتحامات، وبالفعل قام باقتحامات للمسجد الأقصى مع المتطرفين اليهود، وبالتالي هو رد فعل. النقطة الثانية والتي أشير إليها أيضا، يعني من 30 نوفمبر إلى يومنا هذا تقريبا عندنا تقريبا 8 قرارات أممية لصالح الشعب الفلسطيني وانتصار للقضية الفلسطينية. وقد سئل بنغفير مؤخرا لما طرح مشروع، وهو مشروع يعني غريب في أمره، مشروع إعدام الأسرى الفلسطينيين، كان قد سئل في القناة العبرية وسئل هل يمكن أن يتحرك هذا العالم ضد هذا الكيان، قال كلمة، يعني ومن هنا أنطلق لك من هذا الموضوع، قال كلمة أن العالم لن يجرؤ على معاقبة هذا الكيان،
وطبعا تكلم بعنجهية عالية جدا بأنه هذا الكيان يملك أدوات كثيرة في هذا العالم على يعني هذا هو ما يقوله على حسب تعبيره. ومن هذه العقلية يعني من هذا النهجية طبعا أستاذ دكتور رائد ناجي، دكتور رائد ناجي يعني بينغفير وغيره من المتطرفين، يعني جميع الحكومات الصهيونية متطرفة، فما بالك لما يكون على رأسها بنيامين نتنياهو وفيها هؤلاء الوزراء من عتاة المستوطنين، من المجرمين، من الفاشيين، من القتلة، من الإرهابيين، يعني وكأنه من لا يوجد في سجله في السيفي جرائم وقتل واستفزاز وانتهاك وتدنيس ممنوع له يدخل حكومة نتنياهو. إذا كان هذا هذا بنغفير يقول هذا الكلام فهو يعلم جيدا، لأنه لما سئل المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس حول هذه الانتهاكات وحول التوجه الفاشل للحكومة الصهيونية قال الإدارة الأمريكية تنتظر أن تعلن هذه الحكومة الصهيونية سياستها في الأراضي الفلسطينية، وكأنه هذه الوجوه لا تنفع ولا تجدي لقراءة سياستها الفاشية والإرهابية. يعني بنغفير يعني يعلم وعلى باله ومتأكد أنه سيجد الغطاء الدولي والأمريكي أولا على انتهاكات والإرهاب. هو مطمئن إلى هذه النقطة، ولكن بيد هذا أن هناك مؤشرات كثيرة جدا على المستوى الدولي، يعني تغيرت هذه المعطيات كثيرا جدا. بمعنى آخر، نحن قديما كنا نعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية تهيمن على القرار الأممي في مجلس الأمن وحتى في الأمم المتحدة، لكن اليوم القرار متنازع عليه. بمعنى آخر، لم يعد الأحادية الأمريكية فقط هيمن على هذا القرار، بل العكس تماما. اليوم القرار أصبح لديه أطراف أخرى فاعلة في هذا القرار، وباعتقادي هذا أحد الأسباب التي جعلت هناك قرارات جديدة لصالح الشعب الفلسطيني. بالتالي يعني احنا ننتظر اليوم في مجلس الأمن أن يكون هناك فيتو أمريكي، لكن باعتقادي أنه سيكون أغلب الدول إلى جانب القضية الفلسطينية. لكن هو الفكرة وما فيها أنه ابن كفير بنفسه بحد ذاته أو ابن نتنياهو يعني بحد ذاته يعني هو قائم أصلا على قضية إكمال مشروع فلسطين، وهذا الشعار الذي رفعه نتنياهو والحكومات المتطرفة أو على الأقل الجماعات المتدينة عندما قالت 2023 بمعنى آخر السيادة الكاملة على مدينة القدس وطرد الفلسطينيين، كان هذا هو الشعار. فاليوم بالتالي أنا باعتقادي بنغفير أو بنغفير سيأتي إلى تنفيذ مثل هذه السياسات، هم فقط كانوا يترقبون الأوضاع الدولية لتجسيد هذه المخططات، وربما ساعدتهم الفترة الترامبية يعني بشكل كبير جدا على تجسيد بعض المشاريع على قضية شرعنة الاستيطان في الضفة الغربية وعلى قضية إعلان القدس عاصمة لهذا الكيان، نقل السفارة الأمريكية. لكن اليوم باعتقادي أنه هناك في متغيرات حدثت على أرض الواقع تغير هذه النظرة بشكل كامل. أولها يعني لن أذهب إلى الاتجاه الدولي، على المستوى الداخلي فقط هناك مقاومة فلسطينية شعبية شرسة جدا، وهذه المقاومة أصبحت لا تعرف لونا أو فصائليا أو سياسيا فلسطينيا، وإنما أصبحت على بعد الصفر متر في الضفة الغربية، وهذا أكثر ما يربك حسابات هذا. وهنا سؤال أستاذ دكتور رائد ناجي، سؤال الذي يطرح حاليا لأنه التحذيرات بين قوسين التي يمكن أن تسوقها بعض الدول اتجاه الحكومة الصهيونية، تقول هذه الممارسات ستفتح الطريق أمام انتفاضة ثالثة، وكأنه التحذير من نتائج هذه الاستفزازات يعني أكثر أهمية وأكثر أولوية لدى هذه الدول من إدانة أسباب هذه الانتفاضة لو اندلعت فعلا. هو باعتقادي هي ليس فقط إدانات خارجية، حتى في الداخل هذا الكيان يعني هناك معارضة كبيرة لسياسات ابن خفير، يعني حتى أن هناك مسؤولين في داخل هذا الكيان وحتى جماعات دينية يعني لها كلمتها في هذا الكيان تقول أن ابن كفير ونتنياهو يعجنون بزوال هذا الاحتلال وتدمير هذا الكيان أو عزلته السياسية على الأقل على المستوى الدولي. وحقيقة اليوم يعني وإن كانت هذه الحكومة دكتور ناجي اسمح لي فقط هنا أناقشك، وكأنه يعني الجانب الديني اليميني في الكيان الصهيوني يعارض هذا، هذه الحكومة هي نتيجة لنفوذ ونتيجة للشعبية وقاعدة شعبية لهذا اليمين الديني المتطرف في الكيان الصهيوني. في النهاية معظم أعضاء هذه الحكومة هم ممثلين لهذه الطوائف المتطرفة في المجتمع الصهيوني. وأنا متفق معك، هناك في بعض الإدانات على هناك تخوف كبير من عزة سياسية، لأنه حتى نتنياهو بذاته
عندما أراد زيارة بعض الدول، يعني اليوم تلغى له زيارة إلى دولة عربية نتيجة هذه الانتهاكات في المسجد الأقصى. إذن العزلة السياسية نعم بدأت تقترب من هذا من حكومة نتنياهو، وبالتالي حتى نتنياهو بذاته الآن كأنه الذي أراد أن يرضي اليمين المتطرف كابن كفير ولا هرتسيل ولا كل يعني الأحزاب المتطرفة اليوم، وسلمها تلك الحقب السيادية، يعني بالتحديد مثلا ابن كفير الآن مسؤول الأمن القومي، يعني ليست يعني وزارة سيادية تسمى يعني. فبالتالي اليوم حاولت إرضائهم وضع الموضوع السياسي أو على الأقل الحكومة السياسية أو النظام السياسي برمته على فوهة بركان، فما بالك في الجانب الداخلي، وخاصة ابن كفير مثلا وحكومته المتطرفة مع نتنياهو يريدون اليوم إرغام الشعب الفلسطيني. سؤالي الأخير دكتور رائد، سؤالي الأخير، هل تتوقع شيئا من جلسة مجلس الأمن الليلة؟ أنا باعتقادي أغلب الدول ستكون لصالح الشعب الفلسطيني، مع طبعا أكيد الفيتو الأمريكي فقط هو الذي سيكون ربما يصطدم، أو أن أمريكا قد إنها يعني لا تعترض ولا يعني لا تؤيد ولا توافق، لكن في الغالب أمريكا دائما الفيتو الأمريكي حاضر، ربما لم يعني ربما لم يكن حياديا مرة إلا مرة في وقت الحكومة السابقة أوباما بالتحديد، لكن اليوم لا أعتقد. أعتقد الفيتو الأمريكي موجود، وخاصة أنه أمريكا اليوم يعني لها مغازلات للشرق الأوسط، وباعتراف يعني وزير الخارجية الأمريكي أن الدولة الإقليمية الوحيدة التي لدينا يمكن الاعتماد عليها هي الكيان، فبالتالي هو الآن لن يخسر الكيان بعدما خسر الخليج وخسر مناطق نفوذ بالنسبة له في منطقة الشرق الأوسط، فالمتبقي له اليوم هو الكيان، وبالتالي سيعمل على حمايته بكل تأكيد، وبالتالي اليوم سنصطدم بالفيتو الأمريكي، ولكن بشكل عام ستكون أغلب الدول وأغلب الاتجاهات هي مع الشعب الفلسطيني، وخاصة يعني هذه مهمة النقطة، أن هناك في رسائل من المجتمع الدولي إلى هذا الكيان على هذه الحكومة المتطرفة، وفي رسائل من الحكومة المتطرفة للمجتمع الدولي، فما هي رسالة ابن يمين نتنياهو ولا ابن كفير إلا ما هي إلا للمجتمع الدولي، بأنه في تحدي للمجتمع الدولي، ولهذا هذه الرسائل اليوم باعتقادي هي الآن أصبحت ما بين حكومة الكيان وما بين المجتمع الدولي. هذه هي الرسائل اليوم. أشكرك جزيل الشكر الدكتور رائد ناجي المختص في الشؤون الفلسطينية، كنت معنا عبر الهاتف في موضوعنا الأول المتعلق بالحملة التي يقوم بها هذا العضو المتطرف في الحكومة الصهيونية ضد المقدسات الإسلامية وتدنيسه المتكرر والمتعمد للمسجد الأقصى المبارك في